هو أننا لن نتنصل من التزاماتنا ولن نتهرب من التزاماتنا، ونعمل جميع الوسائل إن شاء الله من خلال الحكومة بوسائل الحكومة أن كل ما التزمنا به سننفذه أكثر، سننفذه أكثر من وعودنا، أكثر من وعودنا، لأن عندنا طموح كبير للبلاد، عندنا طموح كبير للاقتصاد ديالنا، عندنا طموح كبير لمجهود التنمية في بلادنا رغم الإكراهات ورغم الظروف الصعبة. فإذا اليوم من هنا من نظر نوجه باسمكم جميعا وباسم المسؤولين ديالنا الترابيين في المستوى المحلي والإقليمي والجهوي رسالة مساندة للسيد عزيز أخنوش وللحكومة التي يترأس ساعتها، لأننا هو الامتداد الشعبي لهذه الحكومة. يعني الحكومة باش تنجح بحاجة إليكم، بحاجة لتنظيماتنا، لفروعنا، لمنظماتنا الموازية، حيث أحيانا القرارات والإصلاحات تكون قرارات مؤلمة، تكون قرارات صعبة، تكون قرارات في حاجة إلى دعم شعبي، في حاجة إلى مساندة. إذا نحن ماشي دابا انتخابات وقضينا حاجة والسلام عليكم، ولا رئيس حكومة ولا رئيس حكومة ولا وزير ولا رئيس، سندتوا للمواطنين واحد الرسالة ديال الثقة، أننا نحن حزب لتأطير المواطنين، للاستماع للمواطنين، وتكون قشرتنا واسعة وصدرنا واسع، نستمعوا للانتقادات ونستمعوا للملاحظات بروح إيجابية. صحيح المطالب كثيرة، صحيح الطموحات كبيرة، الوسائل اللي عندنا لا تمكن دائما من التجاوب معكم التطبيقات، ولكن خصنا نبقاو حزب ديال المعقول، حزب ديال كلمة الشرف، وحزب ديال التواصل مع الناس. فشعورا واستشعارا بأهمية وجود تنظيمات حزبية قوية، احتراما لمقتضيات القانون كذلك، ورغم الإكراهات ديال الأجندة والكوفيد والعمل بالحكومة، قرر السيد الرئيس وقيادة الحزب أن غنعملو المؤتمر الوطني في مواعيده. إذا الاجتماع اليوم هو كما كانت دائما الجهة الشرقية حاضرة في كل المؤتمرات وحاضرة ومؤثرة في كل المؤتمرات، خصنا نستعدوا ناخذوا التدابير لكي نحافظ على هذا الموقع. الجهة الشرقية دائما تبقى كما كانت جهة رائدة قوية مؤثرة داخل هيكل التجمع، وهذا الشيء المسؤولية ديالكم وديالنا جميعا. المؤتمر الوطني سينعقد من 4 إلى 5 مارس، وفي غالب الحالات نتيجة إكراهات الكوفيد ربما نضطر نديروه عن بعد، أو إذا القرار في غالب الحالات غنمشيو لمؤتمر. باش نهيئو المؤتمر الوطني خصنا نديرو واحد العدد ديال المؤتمرات الإقليمية، كل إقليم، كل إقليم من أقاليم هذه الجهة العزيزة خصنا ننظمو مؤتمرات إقليمية. علاش؟ لأن حنا بغينا نمشيو لواحد المؤتمر الوطني في مستوى المغرب الجديد، واحد المؤتمر الوطني ديال واحد الحزب كيحكم، واحد المؤتمر الوطني ديال واحد الحزب خصو يجيب إجابات عقلانية على إنتظارات المواطنين. راه ملي كتكون في المعارضة ساهل الحل، كنرفعو المطالب والتحديات ونستناو يجيو الوقت ويحل الله. اليوم نحن حزب يتشرف تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله بتدبير شؤون البلاد وبرئاسته. إذا كل واحد فيكم يواجهه بهذا السؤال في قريته، في جماعته، في مدرسته، في مكتبه، لا. فمؤتمر الوطني هو في محطة تنظيمية مهمة لنرجع الثقة في العمل السياسي. الانتخابات ماشي هضرة وشعارات وزعلولات ونجحنا والله يمنيك بعد 5 سنين نشوف. يعني حنا هذه الحكومة تحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، أمام جلالة الملك.
عملنا التزامات خصنا نتعرفوا باش نعملوا. ثانيا هذا المجهود كله خص الجهه ديالنا تجبر حقها، لانه هذا هو السؤال اللي غادي يسولوا لنا الناس اللي خاصنا به باش ندافعوا على هذه الجهه. خصنا نتنظموا، كيخص يكون عندنا موقع، كيخص نخلقوا الاليات. فاذا خصنا النتائج ديال هذا اللقاء الجهوي ونأخذ القرار بتنظيم مؤتمرات إقليمية. هذه من ضمن المؤتمرات الإقليمية، آخر مؤتمر يكون قبل 13 فبراير، بمعنى أن هذا ديسمبر ماضي غادي يصعب فيه الحل. عندنا 5 ولا 6 الأسابيع باش ننظموا كل المؤتمرات الإقليمية، بمعدل كل ويكاند نديرو المؤتمرات. دابا نتفقوا مع السادة النواب المحترمين ومع السادة المنصفين باش ننظموا هاد الأجندة. كل واحد السبت نديرو الدريوج، الحد اللي موراه نادور، من بعد نديرو جلسة التوريد، من بعد نديرو وجدة بالكامل، نجبرو الصيغة. ثانيا المنظمات الجهوية ديالنا، سي توقف حنا أستاذة زليخة كيما توكل عليك، كيخص عاود نفس النفس اللي غتشدو في المؤتمرات الإقليمية من حيث الجديد ومن حيث الهيكلة يشمل المنظمات الموازية. الله يخليكم، في هذه المؤتمرات الإقليمية تكون سياسة الحق والشفافية والديمقراطية والحرية وفتح الأبواب أمام الطاقات، خاصة الشباب والنساء، لأن هذا المؤتمر هو المستقبل المغربي. هذا المؤتمر هو اللي غنخوضوا به انتخابات 2000، الانتخابات المقبلة بعد 5 سنوات. فإذا كيخصنا نعملوا واحد المجهود في كل هذه المؤتمرات باش نجيبوا الطاقات القادرة بروح إيجابية بوطنية بنضالية أنه تحمل معنا المسؤولية، وأنه نقول العمل السياسي ما يستحقه. السادة الحضور الكريم، لأن من بعد الانتخابات يعني وقفنا العمل واحد الفترة للإكراهات اللي كانت كلها، لتكوين المكاتب، لترك مجال للجامعات والسادة النواب والمستشارين باش يلقاو الأمن. خصنا نبداو واحد المرحلة ديال التعليقة وديال النواب، لأن المدة الزمنية قصيرة، يعني ما عندناش الوقت الكافي باش نديرو هاد المؤتمرات مهمة، لأنه غنهجدو الهياكل، غنجدو الاتحاديات، ثم هذه المؤتمرات غتنتخبو شكون اللي غيمثلكم في المؤتمر الوطني، وشكون اللي غيمثلكم في المؤتمر الجهوي، وشكون اللي غيتحمل المسؤولية في الاتحاديات وفي المكاتب وفي. فإذا كلشي يتابعنا باش نعطيو واحد الدرس، أن هذا الحزب الفائز وهذا الحزب اللي وضعوا فيه المغاربة الديمقراطية، زي ما وضعوا فيه المغاربة الثقة، يؤمنوا بالديمقراطية. وبالتالي خصنا في كل إقليم نخرجوا تنظيم في مستوى دعم الحكومة، في مستوى الدفاع عن الإقليم ديالو، في مستوى الترافع عن الإقليم ديالو، وفي مستوى مساعدة المنتخبين ديالنا والجماعات ديالنا على تحقيق الوعود اللي التزمنا بها مع الناس. يجب أن نختار الأصلحة، يعني حقا ما خصناش نخرجوا من ديك النقطة نتسابقوا على المناصب، وشكون اللي يكون منسق، وشكون اللي يكون كاتب عام، وشكون اللي يمشي للمؤتمر، خصنا نقولوا شكون اللي عنده القدرة والكفاءة والوقت، ونشوفوا الموضوع يكون في هذا المجال، لأن المسؤولية دي مسؤولية صعبة، مسؤولية عسيرة. ثانيا، خصنا الهياكل ديالنا تهيئ الملفات، كيف سنترافع لصالح هذه الجهة؟ كيفاش غنمشيو عندو وزراء واحدا واحدا تنقلو ها الملفات ديال اقليم نادور، ها الملفات اللي كتهمني تجي، ها الملفات اللي كتهمنا كجهة. علاش؟ لانه الاخوان اليوم اللي ممكن يمثلونا في البرلمان وفي الغرف وفي الجهة راه محاصرين بمطالب الناس، بالاكراهات ديال الناس، بالضغط ديال الناس. فاذا اليوم كيفاش
هذا النصر اللي حققناه وهذا المساهمة ديالنا اللي درنا في النجاح نقنعوا سي عزيز قنوش والحكومة والسادة الوزراء أنه هذا المناصب ديالنا خصو يجي لهذا الجهة، خصو يجي في التشغيل، خصو يجي في التعليم، خصو يجي في الصحة، خصو يجي في الماء، خصو يجي في الكهرباء، ولكن راه الحياة صعيبة والإدارة صعيبة، الإدارة في حاجة إلى أفكار إلى ملفات مدروسة إلى مطالب منظمة. المنطقة ديالنا وسمح